يعني لي نعلم شاركتم في مراسم افتتاح المجلس الوطني 14 لمؤتمر استشاري السياسي للشعب الصيني هذا العام، ففي بداية تفضلوا بمشاركتنا تجربتكم وملاحظاتكم الشخصية حول الموضوع. نعم، مرحبا بالجميع. لقد افتتحت الدورة الثانية للمجلس الوطني 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بالأمس في قاعة الشعب الكبرى، وكنت هناك لتغطية الأخبار. يؤدي المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تركيبا مؤسسيا ذا خصائص الصينية، وهو آلية رئيسية للتعاون متعدد الأحزاب وتشاور سياسي تحت قيادة حزب الشيوعي الصيني، وتتمثل وظائفه في التشاور السياسي والإشراف الديمقراطي والمشاركة في شؤون الدولة. بعد إجراء مقابلات مع بعض أعضاء المجلس الوطني، لمست طريقة مساهمة هذه المنظمة في المساعدة على صنع قرارات وطنية بشكل علمي وديمقراطي، وبالتالي تعزيز التنمية في جميع الجوانب في الصين. مثلا، يضم المجلس الوطني 14 للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني أكثر من 2000 عضوا، وهم ممثلون عن الأحزاب السياسية والمجموعات الاجتماعية وأقليات إثنية، وبالإضافة إلى ذلك هناك مسؤولين وخبراء في مجالات اقتصاد وزراعة وعلم وتكنولوجيا وثقافة وفن وغيرها، يعني يغطي جميع المجالات بشكل أساسي. ومن إحدى مهام رئيسية لهؤلاء الأعضاء هو أن يقدموا مقترحاتهم حول الأهداف الرئيسية للحزب والبلاد، وذلك بعد أن قاموا بتحقيقات عميقة حول الموضوع. وبعد المراجعة والاعتماد، يتم إحالة تلك المقترحات إلى الجهات المعنية للتعامل معها، وتلزم هذه الجهة بالرد على المقترحات خلال فترة زمنية محددة. وأيضا لاحظت أن بعض أعضاء المجلس لديهم هويات متعددة، مثلا قد يكون العضو خبيرا في مجال ما، وهو أيضا عضو في حزب ما، فهذا يسمح له جمع أصوات الجمهور بمجاله من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكنه جمع أصوات أعضاء الحزب الآخرين، وهذا يساعده بشكل كبير على تشكيل مقترحات علمية. هذا هو ما لاحظته.